ها نحن الآن في قرية نوكيا بمدينة تامبيري في فنلندا، نأخذكم في هذه الجولة الصغيرة على هذه القرية التي اشتهرت بأعظم أنواع الهواتف سابقا، والتي انتهى رواجها في الزمن الحاضر بعد أن طغت أنواع أخرى من الهواتف. هذه نوكيا كما هو باين اسمها هنا، ما تزال الثلوج تملأ الساحات والوهاد. وهذا هو مصنع هواتف النوكيا الذي توقف عن العمل الآن، لكن يبقى اسمه كرمز لهذه البلاد. هذه إذن بلدة نوكيا، إحدى ضواحي ثاني أكبر مدن فنلندا تامبيري. نرجو أن تكون هذه الصور قد نالت إعجابكم، حيث خرجت هواتف النوكيا منها هنا. هذا اسم نوكيا.